بيواصل معرض الرياض الدولي للكتاب بفعالياته المتنوعة لإثراء الحياة الثقافية في العالم العربي من خلال مشاركات متنوعة لدور النشر من مختلف دول العالم. كمان على هامش فعاليات المعرض بيتم تنظيم فعاليات مختلفة للأطفال، ومنها ورش عمل وجلسات تدريب أكيد بيجد فيها الأطفال أو بيجدوا فيها فرصة للمرح والتعلم. خلونا نتابع تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير. يتشرب الأطفال العلم بطريقة تختلف عن الكبار، فالمرح واللعب جزء مهم لإيصال المعلومة. في جناح الطفل في معرض الرياض الدولي للكتاب يجد الأطفال فعاليات مختلفة تناسب ذائقتهم. بنقدم أكثر من فعالية للطفل، عندنا الجدار التفاعلي، عندنا شجرة الحكواتي، عندنا المكتبة، وزي ما انت شايف احنا هنا في قسم ورش العمل للأطفال. المعرض بيقدم أكثر من ورشة للطفل يومياً، أهميتها هنا بتنمي شغف في الطفل مثل التعبير باللغة العربية، تنسيق الزهور، الرسم. بعيداً عن شاشات الهواتف ومغريات التقنية الحديثة، يجد الأهالي في هذا المكان فرصة لتحفيز أطفالهم على القراءة وتطوير مهاراتهم وفي إطار ترفيهي. أنا من الناس اللي أحب أشيل الأجهزة وما أحب على في يد الوقت الطفل طول الوقت، فإيش البديل؟ فلما جيت معرض الكتاب صراحة لقيت بديل رائع، يعني استفادوا كثير، اطلعوا، اقتنوا، خذوا لهم مجموعة كتب إن شاء الله على وقتات فراغ إنه يجلسوا عليها. حبيت لأن جيتنا كل كتب مجانية وقصص، والقصص الأماكن هذه مرة حلوة، وصراحة أنا أقول أي طفل يبي يقرأ كتب أو يروح مكتبة يجي في هذا المكان صراحة. الحمد لله أخواني انبسطوا في القسم حق الألعاب، وفي قسم تركيب وتلوين، وفي قسم قراءة، وفي احنا جايين عشان الكتب وجايين عشان الأطفال يلعبون في المكان.